الامن والشرطه وفي معانا بيامنونا الحمد لله شكرا جزيلا ليهم بجد يعني. بس في نقطه اي حاجه تحصل لاولاد الناس اللي واقفين ان هم عارفيننا مسز دينا اسماعيل عارفانا دكتور حسن مطلع عارفنا اي حاجه تحصل بيناتنا الموضوع مش خاص بيا انا طالما الموضوع هيبقى فيه اولاد صغيرين لا الموضوع هيبقى حاجه ثانيه. وشكرا جزيلا. بيجي لكم تهديدات فعلا؟ بيجي لكم تهديدات؟ لا لا لو حصل هي التهديد اللي جاي لي ان انت ابنك معانا مش السنه الجايه بقى خلاص سته ابتدائي يعني شهاده بدل ما تقولي انا ابنك هحطه عشان هو شهاده لا هيخلي ابنك ياخد بقى ويمشي وانت بقى ما تكتبي ما تدخليش تاني. بس لو حصل حاجه لاولادنا هيبقى حاجه صحيه.